مساء الخير لكل المستمعين، بنرحب فيكم بسجاد بودكاست. معكم سارة. موضوع حلقتنا لليوم رح يكون على الامتحان الوطني الثاني لطلاب الصيدلة، وضيف حلقتنا لليوم هو أحمد حلاق من جامعة ماربورغ اللي اجتاز الامتحان واللي رح يخبرنا عن تجربته مع الامتحان أكثر. أحمد، كيفك؟ أهلين سارة، الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ الحمد لله تمام. أحمد، قبل ما ننتقل للحكي عن تجربتك الخاصة مع الامتحان، حابين نعرف أكثر عن الامتحان بشكل عام. ممكن تحكي لنا عن المواد، عن مدة الامتحان، وكيف هي طريقة الامتحان؟ هلق بالأوفر تبع الامتحان هو الفحص، يعني بنعمل مرتين بالسنة، مرة بالهيبس ومرة بالفويا. بالهيبس بالخريف يعني بيكون بالشهر التاسع، من أول شهر التاسع لنص الشهر العاشر، وبالفرويا يعني بالربيع يكون بالشهر الثالث لنص الشهر الرابع. فطبعا يعني 5 مواد، بيولوجي، تكنولوجي، شيمي، كلينيشا فارماسي، والفارماكولوجي. قبل كل مادة هو الفحص بيكون موزع على كل فحص، كل أسبوع في عندنا فحص. قبل كل فحص بيكون في تقريبا 7 أيام ل 10 أيام حسب البقاء البوخن عنده، حسب الطلاب، حسب البروفيسور، يعني نروح فحص عند الواحد. هلا مدة الفحص بيكون بالبريف مكتوبة مثلا 30 دقيقة، كل طالب بعده بيدخل بعد 30 دقيقة. بس بشكل عام تختلف كتير، يعني انه في طلاب تنفحص 20 دقيقة، في طلاب تنفحص 40 دقيقة حسب التيمة اللي بيسأل البروفيسور. بس يعني ماي سنس بيكون بين 20 دقيقة ل 40 دقيقة. طبعا بيكون الواحد لحاله، ما بيكون معه حدا، بس بروفيسور وطالب. في بايزيتسا، البايزيتسا هذا بيكون استنت بالجامعة، يعني بيكون اكيد بتعرف المخبر او شيء. يعني طبعا لازم الواحد يعرف انه البايزيتسا بيأثر على علامة بشكل كتير كبير، اذا كان خاصة اذا كان البروفيسور بيسمع كلمته للبايزيتسا مثلا او بياخذ رأيه. في بروفيسوري مثلا ما خلص بيعطي على علامة من عنده، في بروفيسور انه بشارك التقييم، فيعني حسب شغلي حظ كمان جزء بايزيتسا بيكون لئيم مثلا ما يعجبك او حسب. أحمد، نحن هلا رح ننتقل للحكي عن تجربتك الخاصة مع الامتحان. ممكن تخبرنا بعد كم فصل أنت دخلت على الامتحان، وكيف حضرت حالك للامتحان؟ هلا انا باشرت دراستي بالفينتر سمستر 2017 2018، بعد 8 فصول صرت شاين فراي تقريبا، يعني بتاريخ 13/10، هلا ما بنسى التاريخ 13/10/2020 صرت شاين فراي. فانا بالفصل الثامن، يعني من وقت بدايه الفصل الثامن حددت انا بدي اعمل لي سمستر. فانسكيزون بعد 9 فصول دخلت على الشتكس من بدايه الاستوديوم لنهايه الاستوديوم، 9 فصول بلس يعني 8 بلس لي سمستر. فأنا 13/10 خلصت أول فحص، خلصت آخر فحص عفوا بالاستوديو كلياتها. فبعد شهر، نص الشهر 11، باشر تحضير الشتكس، الشتكس واختصار الشتات اكزام. ف من نص الشهر 11 لرأس السنة هون أنا بدي أحضر حالي على البيولوجي. البيولوجي خلال حط استوديو الواحد ما درسها كثير صراحة، أنا يعني ما درستها كثير، وهي فيك تقول إنه الشتكس هي يعني أضخم مادة الواحد لازم يدرسها، الشتكس يعني صعب شوي. فالبيولوجي بقسم لك اياها، في عندنا 3 بروفيسوري بيفحصوا بيولوجي. على زمان اجوا البروفيسور الثالث، ولا زورت اني كانوا دائما بروفيسورين. الفحص بيكون عباره عن قسمين، قسم للدروجن وقسم للزونداتيمن. القسم تبع الزونداتيمن في عندك انت 3 زونداتيمن، الانتي افكتيفا والانتي والبكتيريوم. عندك القسم تبع الاميونولوجي والانفكتوفا، القسم الثالث كان جين تكنولوجي وال جينيتيك هيرشتونكس ميثود، هيك شيء يعني هذا القسم ما كثير حفظانه. والقسم الاول تبع الدروجن او تبع النباتات، خلينا نقول لك اياها هنا دروجن، هني في عندك انت الدروجن لازم تحفظيها، الانهالت شتوف تبعي والبيوزنديز تبع الانهالت شتوف تبعي داعي شلون. فعباره عندك سكريبت 2 3 دروجن انهالت شتوف والبيوزنديز تبع الانهالت شتوف. فهي القسم اول كل بروفيسور بيفحص اول شيء دروجن، بعدين بيروح على زونداتين. انا باشرت اول شيء بالدروجن، طبعا بالتحضير انا باشرته من بالغينك فوليزم سكريبتور تبع البيولوجي. كمشت اول شيء دروجن، عملت لخصت اول 50 دروجن، هو في كارتاي كارتن لخصات جاهزات بس انا حبيت لخص مشان انه عندي وقت كثير. فكل دروجن كتبت له كارتاي كارتن مع الانهال شطوف تبعه. بس قبل ما باشر الدروجن كمان حضرت البيوزنتيزا، فهي انا بنصح فيها اول شيء الواحد يحضر البيوزنتيزا تبع الانهال شطوف، بعدين نروح على الدروجن يدرسين مع الانهال شطوف تبعي. درست اول شيء 50 وحده، بعدين انتقلت عملت الايمونولوجي، لانه صراحه اذا بدي واحد يروح يدرس سنين عباره عن 135 دروجن، اذا حيدرس كلياتنا في اي ما حيكونوا كثير ضخمات وما حيركز عليهم. فواحد يعمل اول شيء شوط مرتب فيه 50 وحده مثلا، وبعدين يباشر بالزونداتيمن ويكمل تكميل، يعني مثلا امبوخن انت واحد يدرس له 10 دروجات، 10 دروجن عفوا،
بعدين كل فترة يدرس شوية دهونة حتى يخلص للأخير ويرجع. فهيك صار دراسة البيولوجي. الإيمونولوجي والأنتي إفكتيفا هو درستي بشهر 12، طبعا لخصت أنا لحالي من السكريبتات تبع الغنف والهزم. الجين تكنولوجي أنا كنت محدد لها شهر ونص، يعني 40 يوم تقريبا للبيولوجي. فالجين تكنولوجي ما لحقتها بال40 يوم، قلت خلاص بدي بعدين لو بدي بمشي على خطة كنت راسمها لحالي. بالإضافة للبيولوجي درست الحشرات اللي حكيت فيه عليه، درست كمان الأبنت فوليزم تبع شتيتسا، درست تقريبا يعني سفايد غتر، يعني تلتين الأبنت فوليزم، عبارة هون يعني تلخيص للأوتسي، فهمت علي شلون؟ فقلت في حال إذا طلع البروفيسور بده أوتسي أنا أكون عندي شوية دراسة شمين. أنا طلعت الدروجن اللي من الغين فوليزم بوحدة لخصين، أو في كارتاي كابتن جاهزات للدروجن، في كويسات يعني كارتاي كابتن الواحد ما في داعي يروح على الغين فوليزم. البيوزنتيزا انها تشوفوا هذا الرينج فور ليزم سكريبت الواحد يدرسه او لخصه تلخيص، يعني في تلخيصات جاهزه انا لخصه صراحه في ايدي واستفدت كثير. الامينولوجي والانتي افكتيفا كمان درست من الرينج فور ليزم وانا لخصت في ايدي كمان. البيوتكنولوجي شرفت لها بعدين ورجعت بعدين درست بس من قد البروتوكول الصراحه، قلت ما لحقت ادرس كليات التلخيص مثل ما درست المواد الثانيه الاقسام الثانيه، فدرست بس قد البروتوكول. بشكل عام فيني اقول زي الواحد بيعمل لاند سمستر في يعني يحط 40 لل 45 ماكسيموم 45 يوم للبيولوجي، دراسة 8 ل 9 ساعات باليوم بتكفيها كلياتها مع مراجعة الصراحة كويس، يعني حسب البروفيسور كمان حيسألك. يعني تمام. طيب أحمد، عندك نصائح معينة حابب تعطيها للطلاب اللي قريبا عندهم هذا الامتحان كمان؟ فارماكولوجي بعدين درست اسبوعين تكنولوجي بعدين رجعت كملت الفارماكولوجي ونسيت صراحه شو بقى صار الترتيب الخطه تبعتي، بس بشكل عام فيني احكي عن الفارماكولوجي. الشتوف تبع الفارماكولوجي مشان الماده هاي حب الفصل السابع بماربورغ في عندنا فارماكوثيرابي، بالفصل الثامن في عندنا فارماكوكس فارماكولوجي توكسيكولوجي، هيك بتذكر كانت الماده اختصارها. بالاضافه للغينك فور ليزونج اللي بيكونوا بالفصل الخامس والسادس والسابع. انا شخصيا ما كان في عندي جهاز ماستر، ف في تيمن اللي عبارة عن عشب الفارماكولوجي، عبارة عن أمراض إنديكاسيون يعني والأدوية تبعها والغيب مشان اسمه. ففي الأمراض الأساسية الأمراض المهمة تبع الهيرتس تبع النيرو تبع النيوريتيكا تبع الفسيوفارماكا وشغلات هودي أنا درست من الغين فوليزم، من هناك بيكونوا مثلا شوي موسعات. بالفانتوكس في هن نفس الشتوف فهمت علي شلون، بس تبع الفانتوكس بيكون عبارة عن شوي ملخص أكثر مقارنة بالغين فوليزم. طبعا للشتيكس اذا بتحكي الشغلات الموجوده بالفارم توكس ممكن تكفي يعني بتنجحك، ما في داعي تعرف الشغلات اللي هذيك، بس الموجوده بالغينك فوليزم عفوا. انا درست شخصيا بالغينك فوليزم شتوف، بس مثل ما حكيت في مواضيع خاصه درستها. بالنسبه للتكنولوجي انا باخر بنهايه الشهر الاول بدايه الشهر الثاني اسبوعين تقريبا درست هي قسم الاقسام يعني فيستا اصلاي فورمال باكتيراليا وشغلات ثانيه، فدرست انا الفيستا اصلا فورمن والبارنتراليا هول تقريبا بيعملوا 60% من الشتوف، يعني 60 ل 70% من الشتوف يعني. التالي درسته بعدين يعني بعد نهايه نص الشهر الثاني. فالسكريبتات مشان درست التكنولوجي هن كثير انفخ، غين فوليزون والبراتيكوم تزام فصل. البراتيكوم تزام فصل هن عباره عن بس تلخيص للغين فوليزون، يعني الغين فوليزون تبع التكنولوجي باقي نازلين لوز الواحد يبروك يدرسها مشان الفحص، لا بس في شغلات الواحد ممكن يعمل لها نقش لاجن انه هاي النقطة ما فهمتها بدي اروح اقراها بالغين فوليزم. يعني انه نفس الشيء بس انه البراكتيكوم تنظم فصل بكفي اذا الواحد محضر حاله كويس للبراكتيكوم خلال الفصل السابع. طبعا مع الالت بروتوكول هون البروفيسوري الثلاثي، طبعا ما بس هون كل المواد مع الالت بروتوكول، بس البروفيسوري هو دي مثلا كل بروفيسور عنده تيمة محبب تيمة معين يعني شغله بيحبها بيصير عنا كل مره تقريبا. فاذا الواحد عمل هون براتيكوم تنظام فصول مع وقت البروتوكول بكفي وزياده، مثل ما حكيت خلال لينز مستر الواحد يعمل فايت غتل يعني الفيست اس ناي فورم والبارنتيراليا، وبالتالي بيعمل مثلا قبل الفحص كورت قبل الفحص يعني عباره عن هارد فيست بضلوا ما بعرف ثلاث شغلات الاقسام الثانيه، بس الاقسام الثانيه 5 6 ايام بتكفيها. هاي بالنسبه للتكنولوجي اللي حضرتها يعني ما كانت كثير مشكله عندي اياها. المشكله الاساسيه انه كانت هي الشيمياء عندي اياها، عنده عندنا 5 بروفيسوري كل بروفيسور
مثل ما حكيت بيسأل شغلة مختلفة، ما بعرف إذا حكيتها قبل هالمرة، بس كل بروفيسور بيسأل شغلة مختلفة تماما عن الشغلة اللي بيسأل البروفيسور الثاني. فكل بروفيسور له شطف معين، بيسأل الشطف اللي كان يدرسه بالغنك فور ليزون. فالأسباب أنا خلال السمستر ما درست شيء اسمه شيمي، عفوا أوسا يعني، بس الأبند فور ليزون تبع شليتسا تبع البروفيسور تبع الأوتسي درست إنجليزي، درست قسم مني. بس دوست الشيمي تركتها لحتى يجوا البريفا، يعني حتى أعرف أين البروفيسور شيمي حيفحصني. فكان عندنا عدونا كان كثير كنا بتأخروا أسبوع، يعني بالعادة بيجوا قبل أسبوعين من بداية أول فحص. فعندنا نحن مدري إيش صار، إنه بوخن عنده مدري إيش عطل، فإجت بتاريخ 28/2 لله بالذكر الساعة 12 الظهر، والفحص أول فحص كان 9/3، فعندي 9 أيام للشيمي. هلا غالبا الشغلة الكويسة إنه غالبا الشيمي بيكون أول نهار أو ثاني نهار، يعني أول أسبوع أو ثاني أسبوع. فالمواد بغيفة بيجوا قبل أسبوعين من الفحص، فإذا كان أول أسبوع فأنت عندك أسبوعين 15 يوم الحضر للشيمي، 15 يوم يعني حسب البروفيسور يعني غايت ما بيقول تمام، بيحكي على البروتوكول بيقرا السكريبتات تبعه على السريع بكفي وزياده. انا طلع البروفيسور تبع البيوشيمي، فتسعة ايام، 9 ايام كانوا يعني كثير كناب، بس مو خلص كانوا جنوك للنجاح، نجحت الحمد لله عنده. الحمد لله. في ليش فارماسي هاي المواد بصراحه مش بدي احكي عليها، في بروفيسورين يعني هون حتى ما كتب ولا شتيش بونكتو ايش بدي احكي عنها، يعني في بروفيسورين بيفحصوها، واحد بيجي من فولدا مدري منين، واحد موجود تبع عندنا بالجامعه. هاي كمان خلينا زي مستر ما درستها خالص ولا فتحتها، يعني لانه الشتوف تبعها يعني يعني الفيستن تبعها هو عباره عن تبع الفارماكولوجي، فالواحد درس الفارماكولوجي كويس، فبس بدي يعمل اوبزيت للادويه الانديكاسيون تبعها للنيب. فينش الفارماسي برأيي إذا الواحد خلال الفصل السابع والثامن تبع الدكتور يلخص السكريبتات، مثلا يلخص المنشور، أهم شيء يروح يعمل بعد كل دكتور. بس بشكل عام بقول كلينش فارماسي قالت البروتوكول، يعني قالت البروتوكول هي عبارة عن باتسنت انفال، فهمت علي شلون؟ بالفحص البروفيسور بيعطيك باتسنت انفال انت بتقريها وبتشرح له، بتحكي له عن المريض، بتحكي له عن المرض شوي، بتحكي له مثلا عن الأدوية اللي المفروض المريض ما ياخذها، او اللي مثلا اذا في عنده نيبل فيربوت معين بتقول له هذا المرض هذا الدواء سوى النيبل فيربوت معين كذا، فهمت علي شلون؟ فما في شيء سكريبتات معينه بتحكي الحكي هذا، انت لازم تكون مدرس الفارماكولوجي كويس والسكريبتات تبع كلينيشن فارماتسي. يعني كل ما الواحد درس الفارماكولوجي كويس كل ما نجح بالكلينيشن فارماتسي افضل. أحمد، باعتبارك قلت إن أنت عملت لين زمستر، بتحس إن في فائدة إن الطالب يعمل لين زمستر، ولا بتحس إنه كافي الوقت المعطي للامتحان؟ والله هاي الشغلة كثير مشعبة الصراحة، أول شغلة كثير كثير فردي، واحد ما في يقول لك مثلا إيه خلاص اللي مستر كويس لك للطلاب ولا لازم مستر مش يعني. بس اللي بقول لك يا مثلا أنا بعد 8 فصول يعني آخر فصلين ثلاثة كانوا بوقت كورونا، أنا ليش عملت اللي مستر؟ كانوا بوقت كورونا، فالمواد ما ركز عليها كثير، التكنولوجي البراكتيكوم ما عملناه بشكل كامل، فما عملنا ما يعني ما يعني شو بدك ما درسنا المادي بشكل كويس تبع التكنولوجي، اكثر شيء كانت ضايرتني. وكان في عندي لوكن بالفارماكوثيرابي بالفارماكولوجي، ما في عندي لوكن كافيين. فانا لما تدخل على الانزمستر لما بدي ادخل على الفحص لازم يكون دارس المواد تبع الهابتو ستوديوم كويس، مشان انه ايه يكون عندي الدافع انه ادخل على الفحص. فانا كان في عندي لوكن كثير خلال الهابتو ستوديوم. وشغله ثانيه كمان كنت انه عم اشتغل، كنت عماني انه عملت على شهاده سواقه وشغلات هودي، وما كنت متاخر كثير بالاستوديو، ما كنت متاخر خالص. فقلت لا انا بدي اعمل لين زمستر وادرس الشتوف يعني واعمل لكم. بس اذا بدي انصح الطلاب فيه، لو في مثلا طلاب بتكون خيوم نجحت ماده وفي عندها ماده بالفصل الاخير، خلينا نقول ما بعرف انه حيكون يعني، بس بالفصل الاخير خلي الاشتراكس في عندها ماده. فصراحه هون يعني لون ليش انه الواحد يعمل استبعادها للفصل هذا، يعمل لين زمستر، لو ماده واحده بالفصل يعني خلاص تدرسها نفس الوقت تدرس الاشتراكس، عايش لون. بس اذا واحد مثلا بده يقوي قلبه يدخل على الشتكس، يعني بقول نصيحه انه طبعا راي شخصي، ما في في عالم بجوز ما يعجب الحكايات، في عالم بجوز شيء ثاني، بس انا شخصيا لو برجع فينا الزمن بين الفصل السابع والثامن الواحد مثلا ممكن يدرس يعني شويه فارماتوسيوتو بيولوجي تمام. فاذا درس كويس ودرس التكنولوجي كويس خلال الفصل السابع ودرس خلال الفصل الثامن يعني درس المواد كويس، فهون انه انجز الشغلات لازم تصل اشتكس انجز يعني تقطع شوط، فبيدخل على اشتكس هون يعني لونز، يعني لونز عفوا يدخل على اشتكس.
اذا الواحد يحس في عنده لكن، او اذا بده يجيب مثلا معدل عالي مثلا، او يضمن يجيب معدل عالي، يعني وارد مثلا الواحد يدخل بعد فصل ثاني يجيب معدل، صارت في طلاب جابت معدلات. بس اذا انا شخصيا بشوف حالي اذا ما جبت مثلا، لو ما نعمل زي مستر بجوز ما كان بجيب علامات كويسه بعض المواد، فهمت علي شلون؟ فالشغله كثير بتختلف، اذا الواحد بده يقدم زي مستر بده يجيب علامات، بده بس بده ينجح ويمشي، صحيح. حسب طيب أحمد، عندك نصائح بتحب تعطيها كمان للطلاب؟ حكيت لك انا خلال شغله اللينز. بس انه واحد اذا بده يدخل فورا على ستيكس بنصحه مثلا يركز على مواد الهاب ستوديو، البيولوجي مثلا، مو البيولوجي ما في عندنا بيولوجي، الانكفولين في نقولها تبع الفارماكولوجي الفصل الخامس والسادس والسابع، يعني بس الواحد بيدرس يروح يحضر الانكفوليزم يحضر تبع الفارماكولوجي، لاني مثلا هو بيفيدوك بالكلينشا فارماسي الفصل الثامن السابع. انا لما دخلت على كلينشا فارماسي بالفصل السابع كلها أدوي أمراض أدوي أمراض، بس أشوف إن طلاب ألمان بيكونوا حاضرين الغنفولازم، بيكونوا عندهم فكرة عن الأدوية والأمراض. أنا ما صراحة ما حضرتني يعني، فكنت كان في عندي فجوة بينه وبينهم. فبنصح واحد مثلا بالفصل الخامس مثلا يتابع مع الغنفولازم تبع الفارماكولوجي، فبيجي على الفصل السابع يعني الشتوف تبع الغنفولازم هو نفسه تبع الشتوف تبع الفارماكوثيرابي بالفصل السابع والفارماتوكس بالفصل الثامن، فهمت علي شلون؟ بتكون درسه، فما بيكون في عنده كثير تعب في الفصل السابع والثامن، فهذا بخف عليه الستريس للشتكس. يعني هذا اذا الواحد بيتابع غين فوليزم. لانه البيولوجي ما بعرف انا ما تابعتها، بس الشيمي كمان ما بنصح، ما بنصح، بس ما الواحد ما في عنده وقت، اذا حيحضر ما حيدرس، اذا حيدرس ما حيحضر. بالنسبه لي هيك كان، يعني شلون؟ تمام. هاي بالنسبه للتحضير بشكل عام للهاب ستوديو للشتكس. بس اذا الاشتكس بذاته قبل الفحص مثلا منها فيني اقول لك، بغض النظر انه في بروفيسوري بس على شغلات معينه، الواحد لا لازم يكون قاري كل شيء منه، حتى لو بس قراءه، مجرد بس قراءه قبل الفحص بنهار او قبل الفحص الصبحيات يبرو يقرا كل المادي او شغلات المواد يسار المادي. لانه في حال البروفيسور مثلا بده يعطيك مثلا ياخذ فكره ياخذ رايك بشغله معينه، مش مثلا هيعطيك مثال انه البروفيسور تبع التكنولوجيا سالني اذا فينا نعمل انفن عن طريق او عن طريق الانهالاسيون، يعني عن طريق اللونج، كان وقت التيمة تبعي الليبوزوم شغلات الهيستون تبعه. فقلت له من راسي صرت الف واحكي اذا انت يعني حسب جون مش توب في باك والحكي هذا، يعني المهم يعني الواحد لازم يكون قاري الماده كلياتها عشان يجي افكار خلال الفحص اذا ما بدي يرسل شغلات يعني نركز عليه. فهي النقطه بس انه كل شيء قروه قبل الفحص لا تجاهلوا تيميات معينه، والفحص سهل صراحه ما صعب، يعني ممكن تعال تصور بس انتم لما توصلوا على الفصل الثامن غير لما تكون مثلا في الفصل السادس او السابع او الخامس وعم تقرا الفحص، فهمت علي شلون؟ يعني انت بعد الفصل الثامن عارفان كل شيء حيصير وعارفان الشغلات حتنسيب، بس بدك ترجعها ترتبها في راسك وتقرا الفحص، هاي الفكره بس. شكرا لك كثير على مشاركتك لتجربتك معنا. شكرا لاستماعكم، نلقاكم إن شاء الله بلقاءات أخرى. اهلا وسهلا. إلى اللقاء.